أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل يصوم يوما ويفطر يوما، كيف يوفق بين ذلك وبين صيام الاثنين والخميس والأيام البيض؟ وهل ورد عن أحد من الصحابة صيام يوم وإفطار يوم؟ لا تنافي بين صوم يوم وإفطار يوم وصوم الاثنين والخميس. إذا صادف يوم الخميس أو يوم الاثنين اليوم الذي يصوم فيه فإنه يجتمع فيه الفضيلتان، فضيلة الاثنين أو الخميس وفضيلة صيام يوم وإفطار يوم. نعم.